ايوه يا حرام، هزقه قدامنا كلنا وسط الفصل كله. بقول لك ايه، ما تيجي نروح نجيب سندوتشات؟ طب يلا. الدنيا حر قوي، نمشي في الشارع كده؟ هي قوي. تعرفي الواد ده ايه؟ سيبك سيبك. طب وايه اللي هنمشي امتى؟ مش عارف. مريم ممكن اتكلم معاكي بس لحظه؟ بس استاذنك انا سلام. سلام. جاي عشاني ولا الايه؟ جاي عشان ايه؟ خير، بس عندها اتلغت والمدرس ما جاش. طب وانت مالك شكلك متقدر كده ليه؟ عادي يعني، كنت عايز اتكلم معاك في موضوع كده بس متردد. ايه الموضوع؟ قول. انا وايه كنا بنتكلم في شكل علاقتي انا وانتي، وايه كانت شايفه يعني ان احنا مخلوقين. وانت بتتكلم مع ايه في موضوعنا ليه؟ ايه دخلها اصلا؟ هو انا مرتبطه بيك ولا بايه؟ ممكن تهدي؟ مريم احنا في الشارع. الموضوع ببساطه ان ايه شايفه ان انا وانتي ممكن نكون ما بنحبش بعض زي ما احنا فاكرين. عشان انت البنت الوحيده اللي حبيتها وشفتها في حياتي، مش يمكن لما اشوف ناس تانية او بنات تانية الموضوع يختلف، او مشاعري من ناحيتك ممكن تروح في حته تانية. خد اتفضل، خد حاجتك وباقي حاجتك هتوصل لك النهارده. تسمعيني طيب؟ مش عايز اشوف وشك تاني، انت فاهم ولا لا؟